الآن معانا مقابلة صغيرة. نش نرحب بمديرة منظمة التعليم والإغاثة اليمنية اللي عملت طويلاً في مجال حقوق المرأة والطفل والتعليم، واللي بعد كم يوم حتحصل على وسام من الملكة إليزابيث، بذلك تكون أول يمنية بتحصل على هذا الوسام. أكيد إحنا فخورين جداً إنه الآن تتفضل على الستيج معانا الدكتورة، ولا زي ما الكل يسميها وأنا أحب أسميها ماما نورية ناجي. أول شيء أحب أشكرك على حضورك هنا معنا، وأكيد إحنا فخورين جميعاً كيمنيين، فياريت تقولي لنا شوي أكثر عن هذا التكريم أول شيء قبل ما نبدأ بالصور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعاً. أنا يمنية بريطانية الجنسية، جيت اليمن من حوالي 12 سنة، أسست مؤسسة بسيطة من مالي الخاص لاستقطاب الأطفال العاملين، ما أحبش أسميهم أطفال الشوارع لأنها كلمة مش فيها مهانة أحس. والحمد لله الآن صار عندنا 12 بنت في الجامعة، وبنت تخرجت، تصوروا أنها كانت في الجولات ووصلت إلى الجامعة وخلصت والآن تشتغل وتعيل أسرتها. مش نعرف كيف تخلي الأطفال يقول المدرسة، كيف تقنعيهم، وإذا مش هم كيف تقنعي أهاليهم إنه يقول مدرسة؟ في البداية كان صعب طبعاً، أنتوا عارفين ظروفنا في اليمن، يعني المعيشية صعبة، يعني ما حد بيجي للتعليم فقط محباً في التعليم، الناس مساكين تعبانين، وخاصة يعني ظروفهم صعبة، اللي أجوا من القرى ما عندهمش إمكانيات، فإحنا نعمل زي المقايضة الأسرة، نقنعهم إنه أولاً عشان تعالجي مشكلة الطفل ليش بالشارع لازم تشوفي الأسرة، ليش يعني هذا الولد أو البنت في الشارع، فنساعد الأسر، نعلم الأمهات ونعطيهم يعني مواصلات ونعطيهم مواد غذائية، ملابس، معونة الشتاء، على شرط إنهم يخلوا أولادهم في المدارس ويجوا للمركز، عندنا مركز نعلمهم الدروس اللي يأخذوها في المدارس الحكومية زي الهومورك أسيستنت، الواجب المدرسي، ونعلمهم كمبيوترز ونعلمهم لغة إنجليزية والنظافة والأداب وكذا. والحمد لله الآن أصبح عندنا 550 طفل. أنا ما عنديش أطفال والكل يدعوني ماما نورية. أحلى ماما. أنا أكيد زرت المركز وهذا بعض اللي نشوفه بالصباح، تقريباً المركز مدرسة وبعض الظهر في قاعة تقلب لقاعة خياطة. لا، العكس هو الصحيح. العكس. الأطفال لأنه يروحوا المدارس الحكومية وهذا it's a must، يعني لازم عشان نقبله عندنا في المركز لازم أولاً نلحقهم بالمدارس الحكومية، وحتى إحنا يعني نساعد في الزي المدرسي والحقيبة وكل احتياجات التعليم، ونخليهم يجوا عندنا ثلاث مرات في الأسبوع من الساعة 3 إلى 5، نراجع دروسهم ونعلمهم يعني الكمبيوترز والإنجليش، وقد تخرجوا معنا من الكمبيوتر سكيلز حوالي 148 طفل وطفلة، وساعدهم هذا في الصيف إنهم يشتغلوا في السوبر ماركت لأنهم صار عندهم سكيلز في المهارات في الكمبيوترز. طب ماما نورية، كيف نستطيع إحنا كمجتمع كمواطنين عاديين إنه نساعد في هذا المجال، إنه يكون عندنا أهمية العمل التطوعي أو العمل للمجتمع؟ الحقيقة شوفي، يعني العمل التطوعي يعني اليمنيين محبين للخير ويحبوا، بس الظروف المعيشية صعبة يعني والإمكانيات صعبة. اليوم أنا انبهرت كثير بالشباب والشابات اللي موجودين، يعني شيء أنا كيمنية أفتخر إني أشوف شابات وشباب بهذا الوعي وبهذا، بس إحنا ينقصنا حاجة يعني لو تسمحوا لي،
إني أقولها بدون زعلها، إحنا ينقصنا التنظيم. التنظيم أهم من العمل. لما يكون كل شيء منظم ومرتب الأمور تكون يعني أحسن. فأتمنى يعني الشباب، أنا المركز عندي مفتوح لكل من يحب يتطوع ولو حتى مرة في الشهر. كل واحد عنده مهارة، تعالوا تعرفوا على الأطفال. الآن أصبحوا ما شاء الله، أنا لي 12 سنة، يعني اللي كان عمره مثلاً 10 سنين صار عمره 22 سنة الآن. فتعالوا أهلا وسهلا بكم بأي وقت يعني. وأكيد نتمنى من كل الحضور أنه يروحوا ويزوروا المؤسسة، وأكيد عشان نتطوع أكثر. yes. قبل ما لازم نتكلم شوية عن الوسام. okay. متى حتسافري؟ إيش كانت الإجراءات إلى آخره؟ شوفي، الوسام الأعظم هو من الله سبحانه وتعالى اللي وضعني. شكراً 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 شكراً، أخجلتموني هكذا، شكراً. ربي يحفظك يا رب. طبعاً هو شرف كبير كيمنية إني أتحصل على وسام هذا. يعني أنا أحب أقول هذه الكلمة وهذه من الصميم، لولا اليمن واليمنيين ما كنت حصلت على الوسام. الفضل يرجع إلى الله وإلى الأطفال والأمهات والأسر اليمنية، بفضلهم أنا تحصلت على هذا الوسام، فالشكر لله ولهم. هذه حاجة. الشيء الثاني، أنا إن شاء الله غادر إلى بريطانيا الأسبوع هذا، وتحدد لي موعد يوم 28 الساعة 10 صباحاً في القصر الملكي باكينغهام بالاس to receive أستلم الوسام هذا. وهذا الوسام إن شاء الله يكون خير يعني للمركز. يعني أنا ما أتكلمش عن العائد المادي لأنه ما فيش حاجة مادية فيها، ولكن هي شرف. وأنا كيمنية أهدي الوسام هذا لليمن واليمنيين. شكراً يا ماما نورية، أنت مثال إن الواحد لما يعمل خير يلاقي خير، بس طبعاً عمل الخير الأكبر هو اللي يعود على المجتمع وعلينا بالخير الكثير والفضل الكثير. اليمن كلها خير، وإحنا نشد ظهورنا بكم أنتوا رجال ونساء اليمن. فإحنا بفضل الله وفضلكم ربي إن شاء الله بيكرم اليمن، والوضع يتحسن والظروف تتحسن. وأعرفوا إنه اليمن واليمنيين لهم قيمة عظيمة في أوروبا وفي العالم. يمكن بعض العرب للأسف ينظروا، مثلا أنا سمعت الأخ اللي كان يقارن كل شيء بالمملكة العربية السعودية أو كذا، هم مش مقياس. إحنا اليمن معروفة تاريخيا ومعروفين إحنا إيش، مع احترامي للجميع يعني. اليمن اليمن أولاً. طبعاً أحب أشكر ماما نورية لتشريفك ولحضورك ولوقتك كمان. أكيد إحنا فخورين جداً فيكي، وأنا كان لي الشرف طبعاً الله يحفظك أني أكون جالسة جنبك هنا. الله يخليك، شكراً، هذا كرم منك. فشكراً جزيلاً لماما نورية، أحلى تصفيقة وتحية له. شكراً شكراً شكراً، ألف شكر، شكراً، الله يخليكم، شكراً. اليوم أسعدتوني، هذا عندي أحسن من 1000 وسام، التكريم منكم، شكراً. الله عليك يا ماما، الله.